وقعت لي واحد الحادثه ديال الشغل، كنت غادي الخدمه بالليل وما انتبهتش لواحد التران ديال الفوسفات، ومهم وقعت لي حادثه زلقت تقطعت ليا، مشيت للسبيطار حيدوا لي هذا الرجل، بقيت متبع معاهم مده 8 شهور على اساس الرجل الثانيه، واهمال كبير ما دواش فيا. المهم تكرفصوا عليا حتى هزيت واحد الميكروب من عندهم، وخويا كاين الاهمال بزاف في موريز في درب غنلف. من بعد مشيت لواحد الكلينيك، كلينيك لينا في سيدي معروف، عطاوني واحد العمل كبير، قال لي راه غنحيدوا لك الحديد وغنديروا لك الركبه وان شاء الله تمشي، قال لي غتوقف على رجليك. ومن بعد الطبيب دار واحد العمليه حتى هو هز يديه تخلى عليا ومشى لفرنسا. من بعد صيفط لي واحد الاوديو هو عندي نيت، قال لي قلب على راسك، قال لي انا راه ما حبس لي كل شيء، حبس لي الدواء، حبس لي الامبيلونس، حبس لي كل شيء، المشكله بريزونساج عندهم، انا عندي لاسيرونس محسوب على اكسيدون ترافاي. ايوا دابا انا واقف لا دواء لا لاسيرونس لا والو، واقف الله الله. ايوا راه تصدموا بحال اي عائله غتصدم، راه بطبيعه الحال حتى هما راه معذبين معايا، لا الوالده لا اختي لا خوالاتي لا كلشي. الخدمه براسهم راه لحد الان الدراري مصدومين، كاين اللي ما يقدرش يجي عندي كاع يشوفني وحق الله العظيم. كلي تيهضر في التليفون تيبكي ما قادرش، ما تصورش هذا الانسان كان معاك اليوم غدا. لقيت انا خالاتي عائلتي، خالاتي الله يجازيهم بخير، والشركه ديالنا الخدمه ديالنا الناس ديال العمال ديال الفوسفات كاملين، كاع العمال ديال الفوسفات كاملين الله يجازيهم بخير، في شركه مع الفوسفات تابعه لوسيبي. قلوا لي تندير شاف ديكيب انا في كلونيتا، حنا ليك سبورت نصيفطوا الفوسفات يتصدر. والحمد لله سيرونس هما راه تيقلبوا دابا على شي طبيب، حتى سيرونس راه واقفه معايا، دويت معاهم نيت لهم في الصباح قال لك اودي حتى حنا تنقلبوا لك على شي طبيب اللي يشدك، ولحد الان راه باقي انا في بلاصتي. اي كلينيك مشيت ليه صافي تتبقى فيه، تنبقى فيه تيشوف الحاله ديالي تنبقى فيه، تيقول لي صافي وهادي ان شاء الله. المهم تعطيك واحد الامان من تجبد ليه لاسيرونس يرجع اللور، تيقول لك انا ما عنديش كونفونسيون مع لاسيرونس وهادي وهادي، تبدا تهرب تيقول لك لا الفلوس وهادي وهادي، وانا ما بسطاشيش ندفع الفلوس. كل واحد مشيت عنده، كل واحد مشيت عنده ما تجبد ليه لاسيرونس يتهرب، تيقول لك اكسيدون ترافاي لا، تيقول لك باغي فلوس. مؤخرا مشيت عند واحد نيت في بالمي طلب ليا 2.5 مليون، قال لي جيب بريزون شارج، هضرت مع الاساس على اساس اكسيدون ترافاي، صافي تا فضينا شويه جات الكاتبه ديالو عند اختي قالت لها راه قال لك 2.5 مليون راه ماشي اكسيدون ترافاي، صافي وحدنا راسنا وخرجنا. قال لي سير تجمع فلوس وجي مرحبا بك. الطلب ديالي اخويا راه غير شي طبيب يحل نقلبوا عليا ويتبع الحاله ديالي، انا عندي امل في الله سبحانه وتعالى والله يحل نقلبوا علينا، ماشي عليا انا على جميع امه محمد، راه ماشي انا اللي مدرو راه 70000 واحد مدرو اكثر مني. الطبيب حقاره تيحقرو، كاين الحقره لا ماديا لا بحال المخزن بحال الفلوس، بحال عندك فلوس راه ما عندكش، ما فهمتش ما فهمتش اخو هاد الناس انا كي دايرين، ما فهمتش. انت غادي تبغى تحيد رجليك وطالبين لك فلوس، طالبين لك ثمن خيالي، انت ساخي برجليك غتحيدها وتخلص عليها، وانا راه نهاري راه بحالي معذب، والحمد لله الحمد لله ربي عطيني واحد الصبر اللهم لك الحمد. حنا بغينا ندعيو حتى واحد الله، الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم، هادشي تنقول لهم انا الله يهديهم على كل شيء ماشي عليا انايا. راه كاينين شي حالات اخويا في السبيطار شتهم انا، راه حق الله العظيم ماشي تبكي، تملى هاد البلاد والله يهديهم، هادشي اللي نقول لهم. وانا تنطلب على شي محسنين وشي واحد تعرف شي طبيب اخويا المهم الحاله ديالي راه انا تنقول فيها كاين خير ويحل الله يجعل الله خير اخويا، هادشي اللي تنطلب من الناس شي طبيب يهديه الله ويحن قلبوا عليا في هاد النهار. والعذاب راه معذب، راه 11 شهر راه قرب يوصل العام، وتنطلبوا دابا من الله ومن الطبا غير شي واحد يشوف من حالو يعاونو المحسنين، ونطلبوا حنا تنترجوا الله، عند الامل ديالنا في الله كبير. هو راه معذب راه ماشي زعما ما نقولش لك لا بالليل لا بالنهار، واخا هكاك صابر صابر الحكم سيدي ربي. وانا ولدي نهار دار كسيده بحال الثلاث ما قالوش لي حيت عندي السكر ومريضه عندي دم جاري، ما قالوا لي حتى لا غد ليه، قالوا لي غير راه دار كسيده وتهرس داروا القبص، حتى جابوني حدا مريزكو بنتي وراجلها وقالوا لي راه ولدك تقطعت لي رجلي.
وزاد المرض على مرض الحمد لله. انا ما نقول وليدي، وانا ولدي تنطلب غير شي واحد يحن في قلبه اللي دينا عنده دوك اطلال اللي محسوب على اطلانطا ما يردوش لينا يقبلوا صافي. اما الفلوس راه الحاله ديالو ضعيفه راه معاونه غير الخدمه، هما اللي مفكرين الله يجازيهم بخير. النهارده الكسيد عمرو ما نساوه، كلهم الشركه كتجمع ليه بالقليل ولا بالكثير، والعائله ولدي واحد اختي وبناتها وخوتي وكلشي العائله الله يجازيهم بخير عمرو ما نساونا. بغيتو ها هو يبرا وينوض لوليدات ويدير بعدا الكروسه ويخرج قدامنا ويدخل، ماشي بحال يشد الفراش هكا هو مريض وحنا مراض. قلت ما طليت عليه كيتزاد مرض على مرض. ايوا الله يجازيهم بخير، غير يشوفوا من حاله وصافي. طلبوا الله يحنن قلوبهم عليه عينا.